في عام 1516 بعد معارك كبار، قلعة الجزائر كانت رايحة تطيح في يد إسبانيا. أود حتمت على أمير المدينة يطلب المعاونة من القراصنة، وهكذا جاء عروج بربروس للجزائر، ربح إسبانيا ودف راس الأمير سليم اللي مات في ظروف غامضة. زفيرة زوجة الأمير قفلت على روحها في القصر ميتة بالحزن والخوف، هيبة بزاف من هاد القرصان الباشع اللي ولا الحاكم الجديد ديال قلعة الجزائر. عروج بربروس سمع بالجمال الخلاب تاع زفيرة، وواحد النهار طلع للقصر وقدر يشوف زفيرة من بعيد، اهبل عليها وعلى الزين ديالها ورجع يخمم غير فيها. بعت لها هدايا وكتب لها برية: يلي مديرك الشمس، أكبر وأفخر قايد العالم صبح عبيدك، راني متأثر بزاف من حزنك وقلبي مسحور بيك، وما تظنيش راني نستعمل في السلطة ديالي باش نفرضها عليك باش تكوني غير معايا، بصح إذا قبلتي يا زفيرة رايحة تكوني ملكة هاد العالم. زفيرة اللي كانت تكره عروج وتشك فيه اللي قتل زوجها سليم، ردت عليه ببرية وقالت: مولاي، استوليت على مدينتي بالقوة، وجنودك قتلوا واغتصبوا واكتسبوا كل شي هنا، وإذا قبلت أنا وش طلبت مني رايحة يسمى نكون مشاركة في جرائمك، نتمنى منك باش تنسى هاد العشق المستحيل. تقلق عروج وراح يواجهها ويهضر معاها، قالها باللي راهو قابل كان وليدها يعاود يحكم السلطة تاع باباه سليم، بصح بشرط تتزوج معاه زفيرة. زعفت بزاف زفيرة من هاد الهضرة، وقالت له بلي وليدها الوريث الوحيد تاع السلطة وبدون شرط، وزادت قاتلو بلي الموت خير ولا الزواج منه. زعف عروج باش يخوفها أكثر، قال لها بلي صح هو اللي قتل راجلها الأمير سليم. زفيرة ضربته بصبتها للوجه، عروج خرج السيف ديالو وحطه فوق راسها، من بعد تكاكا وبطل وقال لها: غدوة تتزوجي بيا بالسيف. في الليلة هذيك زفيرة شربت السم ولقاوها غدوة من ذاك ميتة. زفيرة اللي رفضت سيطرة بربروس كانت الأميرة الأخيرة تاع قلعة الجزائر. حكاية مر حكاية، وكل حكاية وعندها غاية. نوليو الحكاية زمان ولا نتركوها مخبية. رمضانكم بالهنا والعافية.